اليوم ان شاء الله غادي نقليو الدنجال. عندي دنجاله كبيره والدقيق والملحه والزيت. غندير الزيت دابا باش نقلي الدنجال. شوفوا مزيان من الماء اللي فيه هلي نبدا نقلي. وضروري من الدقيق، الدقيق ما يخليش يشرب الزيت، كيجي مقلي مزيان. اما لا دار بلا دقيق راه هذاك الزيت اللي في المقله ما يقاديش فيه، يمصو كامل. صافي، الدنجال ديالنا اللي قليناها هو وجد بالصحة والراحة.